نجوم كبيره، وشفتوا ان ارضيه الملعب فرق كتير مع في ملعب المباراه. ولكن طيب خلينا ناخد الكابتن سيد عبد الحفيظ برضو نتكلم معاه عن هذه المباراه. كابتن سيد ازي حضرتك؟ كابتن حضرتك الله يخليك كابتن شريف، تحياتي الكابتن شريف والكابتن ماهر والكابتن حشيش، تحياتي ليكم كلكم الله يخليك. يعني كابتن سيد، هل واضح جدا ان ارضيه الملعب فرقت كتير النهارده مع النادي الاهلي؟ بص يعني طبعا هي مرحله المجموعات او دوري المجموعات يعتبر اكيد زي الدوري بالظبط، بتحاول ان انت تجمع اكبر عدد من النقاط سواء كان داخل ارضك او خارج ارضك. نعم. ان انت تاخد كل الماتشات اللي على ارضك بفوز، وتحاول ان انت كمان تلعب بره بتخطف مباراه او بتحقق نتيجه ايجابيه في المباريات الخارجيه، وده مهم جدا يعني. نعم. ان انت تجمع النقاط ده مهم جدا. يعني طبعا بالتاكيد الفوز كان احسن طبعا بكثير، لكن في النهايه النتيجه الى حد كبير مقبوله يعني. كابتن سيد، لماذا لم يبدا مارتن لاسارتي باجاي منذ بدايه المباراه؟ لان طبعا في تعليقات كثيره على هذا الموضوع. لا طبعا اجاي من 28/7 ما لعبش خالص ولا مباراه رسميه، يمكن خد مباراه مع جمهوريه شبين من حوالي اسبوع او 10 ايام. نعم. مباراه وديه عندنا في النادي، لكن ما خدش اي مباراه خالص. وضعه طبيعي جدا، والنهارده بتلعب على الكابتن كمان يا كابتن اسلام. يعني نعم. ما بتلعبش حتى على نديل طبيعي. وهو كانت اصابته في الركبه، فوضعه طبيعي جدا ان انت تكون في مرحله اجريه والاصابه الطويله اللي خدها اجريه. انت بتتكلم النهارده 18/1 من 28/7، دخل على 6 شهور كامله، يعني 6 شهور كامله، فاعتقد ان ده كانت فتره كبيره جدا. لكن نعم. انا مبسوط جدا جدا جدا، يمكن تعدي بعوده اجريه سعاده كبيره قوي طبعا مع النتيجه وكل شيء، لكن واحد من العناصر الفعاله، واحد من العناصر اللي لعيبه الكوره، واحد من العناصر اللي بتديك ثقل كبير جدا، هيفرق جداً كتير جدا طبعا، من اكبر مكاسب اللقاء. وايضا خليني برضو اسال حضرتك عن عدم البدء بناصر ماهر والبدء باسلام محارب. طبعا دي حاجات فنيه، يمكن الراجل حب ان هو في البدايه يلعب 4-3-3، يعني انت عارف كمان ان احنا حته الراس حرب عندنا فيها اصابات متعدده، سواء وليد ازارو او مروان محسن او صلاح محسن، الحمد لله رجع هو كمان. لكن الراجل حب يشوف الاول الدنيا ماشيه ازاي، وده طبيعي يعني ان هو يلعب باستكشاف في الاول يشوف الدنيا عامله ازاي. لكن بعد لما نزل ناصر ماهر ونزل اجاي الامور تغيرت تماما. من افضل، نعم الامور اتغيرت بقت لصالح النادي الاهلي تماما. طبعا من افضل الاوقات اللي قلنا فيها اللقاء، يمكن تحديدا من الدقيقه 60 او 61، وبعد الهدف اللي دخل فينا ونزول ناصر ماهر ونزول اجاي، كانت بالنسبه لنا حاجه اضافه كبيره جدا. على العموم الحمد لله طبعا على التعادل، كنا نتمنى ان هو نكسب وكل حاجه، لكن زي ما قلت لك هي مرحله تجميع نقاط يعني. تمام. كابتن سيد برضو عايز اسال حضرتك، ان شاء الله يعني انتوا بكره هترجعوا الجزائر العاصمه، ويوم الاحد هتيجوا القاهره ان شاء الله، مش كده؟ باذن الله احنا بكره طيارتنا الداخليه هتبقى الساعه 4 ان شاء الله. يمكن هيبقى في تمرينه خفيفه قوي على الساعه 12 هنا في ولايه بشار، وبعد كده هنتحرك على المطار، هنتغدى ونتحرك على المطار، هنبات في الجزائر باذن الله. وطيارتنا ان شاء الله الرحمن هتبقى يوم لحد الساعه 1:30 باذن الله. كابتن سيد، اتحركتوا من الملعب ولا لسه؟ لا لسه والله. قدامكم قد ايه يعني وتتحركوا من الملعب؟ في حاجات تأمينيه يعني مستنيين المؤتمر الصحفي لسه يعني بيخلص دلوقتي، وبعد كده هنشوف الناس المسؤوله عن الناحيه الأمنيه يعني. نعم. هي هم اللي هيواجهونا يعني. توصلوا بالسلامة إن شاء الله، ويعني نقطة جميلة جدا في صالح النادي الأهلي. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، اتفضل يا كابتن محمد.